المدينة المنورة. فأصحابه سألوا شو فيها ناقتك، يعني ليش هذه هيصتها وركضها وصوتها؟ فقال سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. يا سلام. فيبدأ يصف مشاعر هذه الناقة وهي في طريقها إلى المدينة المنورة. نعم. فقال سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها، والعين أجرت جمانا يروي جمال المدينة. فتمتمت مقلتاها والدر غنى وتاها، يقول حقا سنغدو بعد النوافي المدينة. وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني، كأنه طار مني إذ شم ريح المدينة. سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. ألفيت فيها الحنانا وذقت فيها الأمانا، بلغت أسمى جوار لما دخلت المدينة. رزقنا الله وإياكم زيارتها. ومشاعر أخرى جياشة. فاصل ونرجع على البرنامج إن شاء الله.